بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي انطلقت اليوم فعاليات الجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين، حيث شهد توقيع انضمام مملكة البحرين لتلك الشراكة الصناعية. وترأس الاجتماع وزراء الصناعة بالدول الأربع وبحضور عدد من رجال الأعمال بتلك الدول. وتهدف تلك الشراكة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي والدوائي من خلال توطين الصناعة والتوسع في مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني وتأمين سلاسل التوريد. الشراكة الصناعية التكاملية الاقتصادية اللي تم توقيعها في أبوظبي منذ شهرين تقريبا، وكانت بمشاركة من جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية. وبناء عن ما تم توقيعه تم عقد اللجان التنفيذية، وهي اللجان الفنية المعنية بدراسة الفرص الاستثمارية اللي موجودة الواعدة في كل من الدول الثلاثة وفقا للقطاعات المستهدفة اللي تم التوافق عليها وفقا للمشروعات الجاذبة فيما يخص التنمية للثلاث دول. هذا الاجتماع الثاني لاجتماع الشراكة بين الدول الأربعة. ما يميز هذا الاجتماع انضمام مملكة البحرين دولة الشقيقة إلى جانب الدول الثلاث اللي أسست هذه الشراكة، مصر والبحرين والأردن. الشيء المميز الآخر أنه خلال الشهرين الماضيات كان هناك عمل كثيف من قبل حكومات الدول الأربعة، وما يميز ذلك أنه شارك معنا القطاع الخاص من البلدان الأربعة في تحديد المشاريع اللي تم تحديدها كأولويات. ذكرنا الأمن الغذائي والأمن الدوائي، ومن ثم الأشياء المرتبطة بهذين القطاعين كالأسمدة وبعض القطاعات الأخرى. تدعم استكشاف فرص الاستثمارات المشتركة في قطاعات حيوية واستراتيجية بما يحقق المصالح المشتركة. هذه الشراكة تأتي في وقت جدا مهم وخاص، لأنها تبرهن مدى أهمية التكامل الاقتصادي والتنسيق فيما بيننا. أتوجه كذلك بالتهنئة لمملكة البحرين الشقيقة لانضمامها إلى هذه الشراكة. مملكة البحرين دائما تسعى إلى وجود المزيد من التكامل بين أشقائها الدول العربية. وجود عوامل مشتركة في القطاع الصناعي والقطاعات المتخصصة اللي تم رصدها في هذه المبادرة، وجودها جميعا على أرض الواقع في مملكة البحرين يعطينا حافز أن احنا نكون شريك فعال ومساهم في هذه المبادرة. وجود نظام لوجستي متميز طبعا، وانسجام كبير بين أهداف المبادرة واستراتيجية الصناعة اللي أطلقتها حكومة مملكة البحرين في نهاية العام الماضي. الحمد لله في الآونة الأخيرة هناك بعض الأمل اللي نتأمل إن شاء الله أن يكون في دعم أكثر وفي استقرارية أكثر بالنسبة للاستثمار، حتى نستطيع أن نوسع في مجال الاستثمار، نوسع في مجال يعني رفض الدول الأربع إن شاء الله في الغذاء ومنظومة الأمن الغذائي إن شاء الله. على مدار اليومين الماضيين عقدت اللجنة التنفيذية للشركة الصناعية التكاملية بين الدول الأربع اجتماعات تحضيرية من أجل إعداد تقرير عرض على اللجنة العليا خلال فعاليات اليوم، والتي تم خلالها اعتماد عدد من تلك المشاريع.